ده راشيدي ياكيني الهداف التاريخي النيجيري، وده واحد من أشهر الاحتفالات في تاريخ كأس العالم مع جيل يصنف إنه الأقوى في تاريخ إفريقيا. دي كلها حاجات بديهية نعرفها، لكن اللي مش بديهي هو اللي حصل في موت راشيدي ياكيني في 2012، والسر المجهول اللي وراه، واللي محدش عارف حصل فيه إيه لحد النهاردة. تعالوا نحكي الكلام اللي بيتقال عن القصة. القصة الأولى، الحكاية الأولى بتقول وفقاً لجيرانه إن ياكيني أصابه اكتئاب شديد، وبدأت حالته العقلية تسوء لما صديق عمره وشريكه في التجارة إبراهيم اتقتل على يد لصوص مسلحين. وبعد ما خسر ياكيني كل فلوسه ورجع فقير تاني، بدأت أزمته العقلية تبقى كبيرة لدرجة يصعب السيطرة عليها، واللي أدت في النهاية إلى وفاته. لكن بيعارض القصة دي اللاعب النيجيري السابق شيجون أوديجباني، واللي بيقول إن ياكيني فعلاً كان عنده مشاكل لكنها ما وصلتش لأزمة عقلية شديدة زي ما بيتم تصويرها. في المقابل بيؤمن إن موت ياكيني ما كانش عادي، ووصفه في مقال لي بعملية قتل. القصة التانية، الحكاية التانية بيقولها المحامي الخاص بياكيني، واللي كشف إن إخواته الاتنين خطفوه لمكان مجهول عشان يعالجوه علاج تقليدي من أزماته النفسية، وأيدوه عشان ما يهربش، وقال إن ياكيني هناك ما كانش عارف ياخد نفسه لحد ما بدأ يفقد وعيه وخدوه لمستشفى، لكنه توفى في الطريق. المحامي بيقول إن عملية الخطف دي كانت مدبرة عشان إخوات ياكيني عايزين يستولوا على أملاكه. وبعد لما ياكيني مات، المحامي بيقول إن رفض يدي إخوات ياكيني أي حاجة في الميراث لأن عنده أطفال ومستنيهم لما يكبروا عشان يتملكوا كل حاجة أبوهم. وأكد المحامي إنه طلب تحقيق في الوفاة وتشريح، لكن الأسرة قررت دفن ياكيني على طول عشان تختفي الحقيقة للأبد. القصة الثالثة، أم ياكيني اتكلمت بعد أيام من وفاته وأنكرت إن المحامي الخاص بابنها يكون كلمها أو بيديها فلوس من عقار كان بيمتلكه ياكيني عشان يصرف عليها، وقالت إن ما شافتش المحامي غير مرة واحدة وإنها عايشة في فقر شديد. وبعد 9 سنين من الوفاة أنكرت أم ياكيني الاتهامات لابنها وبنتها بإنهم السبب في موت ياكيني، وقالت إن ياكيني كان عنده مشاكل وهم حاولوا يساعدوه بعلاج تقليدي، وقالت إنها لسه بتشعر بالألم لفقدانها ابنها اللي كان عائل الأسرة. القصة الرابعة، خلال السنين دي واحد من أكتر اللي بيتكلموا عن ياكيني وبيدافعوا عنه كان ساندي أوليسي، واللي قال إن زميله كان صعب الاختلاط بيه لكنه شخص هادي ومحبوب. في الوقت نفسه قال إن بعض من أصحاب ياكيني في المنتخب حسوا بالغيرة منه لما انضم الأولمبياكوس، وبقى بياخد 100,000 دولار شهرياً. وقال إن واحدة من الأزمات اللي عمر ياكيني ما نسيها كانت صافرات استهجان عملها جمهور نيجيريا ضده في كأس العالم 98، وحس وقتها بنكران الجميل منهم، ومن هنا بدأت أزماته النفسية. دي كانت أبرز القصص اللي اتقالت حوالين موت واحد من أيقونات نيجيريا وإفريقيا، اللي لحد النهاردة بيعاني من نكران لي حتى بعد وفاته، لأن الحكومة النيجيرية وعدت بإطلاق اسمه على ملعب تخليداً لذكراه، أو إنها تخلي دوري الناشئين باسمه وتدي إعانة مادية لأمه عشان تصرف على نفسها وعلى أحفادها، لكن كل ده ما حصلش لحد النهاردة. فيكتور إكبيبا زميل ياكيني قال عن كل ده، بعد 10 سنين محدش يعرف ياكيني مات إزاي، ومش عارفين نلوم مين، الشرطة ولا حكومة الولاية ولا الحكومة الفيدرالية. دايماً بسأل نفسي السؤال ده، أنا عارف إنه مسلم واتدفن بعد 24 ساعة، لكن عملية تشريح كانت ممكن تكشف لنا إيه اللي حصل. للأسف إحنا خذلنا ياكيني وهو عايش وهو ميت.